بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كامل لاباس. نقول للمشتركات الجدد إن شاء الله واللي يشوفوا فيا ما ينساوش يشتركوا في القناة ويفعلوا الجرس بالتأكيد ليصلهم كل جديد قناتي إن شاء الله. اليوم حبيت ندير معكم غسلة فاسيل وسهلة إن شاء الله، تبل وخفيفة وظريفة بالسردينة. هندير غطا تاع السردين. لي زانغريديون هنا عندي، نحتاج كيلو سردين كنت نقيته غسلته مليح، نحيت له الدفار. عندي 5 حبات بطاطا مقصوصة رقيق، مقصوصة دي غوندال كيما راكم تشوفوا رقيقة خلاص. عندي لاصوص طوماط، لاصوص طوماط درتها بخمس حبات طماطم. نخلي لكم الوصفة تاعها في صندوق الوصف، نهضر لكم ابخي عليها. الطماطم هذه واش درت لها؟ 5 حبات قشرتهم مليح، حطيتهم في الكسكاس فارو، ومن بعد كيما فارو عقدتهم في لامولينات ترحاو. كي ترحاو واش درت؟ حكمت راس ثوم رحيتو بيان، وحطيتو هو مع ربع مغارف زيت، زوج ورق قرند وزعتر، ملح، فلفل كحل. حطيتهم فوق النار. كي بدات تتقلى شويه الثوم هذه، لوحت تاعي الطماطم بدات تغلي شويه، صلها مغرف الطماطم المصبره. نعاود لكم المقادير. 5 حبات طماطم حطيتهم يفورو، كيما فارو ريحتهم في لامولينات. من بعد كنت حطيت مقله فيها راس ثوم مرحي، حطيت معاها 5 مغارف زيت، حطيت معاها ملح فلفل كحل، زوج ورقات رند، زعتر وزعتره، وحطيت الطماطم تاعي وماتت لها طماطم مصبره، وخليتها حتى ولات لي صوص عقده. هنا عندي كمون، عندي 5 مغارف من الزيت، عندي ملح وملح وفلفل اسود، عندي راس من الثوم، وعندي هريسه حاره. طبعا نبدا بسم الله، نجيب ان ريسيبيون نبدا ندير فيها الدرسه هذه تاع السردينه. واش ندير؟ نحط الثوم الكميه كامله، نحطها كامل، قلنا راس ثوم مرحي، نزيد لها كمون، نخلي شويه للحشو داخل، نحطو الهريسه. هنا الهريسه اللي يحبها حاره يستعملها، اللي ما يحبهاش يقدر يستعمل لا طوماط كونسيرف ملغى مغرف صغيره. انا ما حاش نستعمل كميه كبيره باسكو بناتي ما يحبوش الحار، ما نستعملها المهم زوجي ما يحبش الحار، لكن انا نحب الحار صدقوني. حتجيب لينا بزاف بالهريسه. نخلط، خلطها مليح. هنا نزيد لها، عندنا 5 ملاعق من الزيت، 5 ملاعق كبيره، نشوفوا كيف هي تلمت لنا. انا استعملت تقريبا 4 ملاعق. نحط رشه من الملح، تكتروش رشه من الفلفل الاسود، ممكن نزيد الزيت بس لازمكم تحصلوا على درسة تكون شويه تاع القابحه شويه ليكيد، باش كي نحطو لي سردين تاعنا الكل يتخلطو فيها ان شاء الله. ونبداو نديرو هك، نخلطوها مليح، نجيب صحن لي نخلطها بالدرسة نحطها هنا حتى نكمل كامل الكمية. نكملها ونعاود نرجع معاكم. راني كملت السردينة تاعي بكل، درتها بالدرسة كما راكم تشاهدوا فيها، حطها بجانب ونحكم البطاطا تاعنا. هما 5 حبات، ممكن اقل ممكن اكثر، كل وحده على حساب. بسم الله ملحها شويه، كل وحده على حساب المول تاعها. ملحها بجانب ونبدا في عمليه مونتاج تاعنا.
انا حنستعملو مول هذا، ثم لاي وحده اللي عندها المول اللي تحبوا تستعملوا. كيعودوا في عائله يستعملوا مول كبير، مول صغير كيف عائله صغيره كما تحبوا نتوما. بسم الله نبدا بالمونتاج. ندير طبقه صغيره، عفوا طبقه صغيره من معجون الطماط، لاصوص طماط كما راكم شاهدين. نستف حبات البطاطا تاعي، بسم الله. هكا نضبطهم. لازم البطاطا نقول ونأكد تكون رقيقة باش طيبنا ليه ليه في الفوق، كون تكون رقيقة شوية خشينة شوية ممكن ما طيبناش. طول اونفا مش مطيبش ما يطول. هنا نحطو الحبيبات الصغيرين، نسدو الفراغات، والان نبدا نضيفو في السردين كيما راكم تشاهدو. هكا صدقوني الدرسة تاعها راهي شهي، ريحتها تهبل، ريحة الكمون ما عندي ما نقول. نتمنى تجربوها، نتستوا هكا على كامل الصح لو بلا تاعنا. هكا عملية سهلة، جد سهلة كما راكم تشاهدوا. نعدلها. الان نزيد طبقه من صلصه الطماطم، ونعاود نفس العمليه. انا نكملو في لو بلا تاعي بالمونتاج ونعاود نعدته لكم وهو مونتي. راني كملت لو بلا تاعي، وبين طبقات وضعت اون بانسي تاع الكمون اللي سبقت وذكرته في المقادير، وختمت بطبقه من البطاطا وصلصه الطماطم هي اللي تكون الاخيره. الان نحطه في الفرن على درجه حراره متوسطه حتى يطيب لي، ونشوفه ان شاء الله جاهز. تاعي في الفوق على ما تكون متوسطه في الدرج الثاني كما راكم تشوفوا، نخليه يطيب ونعدته لكم باذن الله وهو جاهز. كما راكم تشاهدوا الطبق تاعنا جاهز بعد ما طيبناه، يكون بهذا الشكل. هنا مازلت ما قصيتوش كما راكم تشوفوا. ديروا لايك وسبسكرايب وشير وكومنت والاشهاد كما راكم تشاهدوا البطاطا حتى تحرقت شويه من فوق، هذا هو القوام تاعو المطلوب. نجيب سكين كما راكم تشاهدوا باه تعرفوا بلي طابت، تكون هك كي تدخلوا السكين فيها تكون ناشفه تقريبا فوق ما ناشفه وتكون طايه. نتمنى الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعموني بالاشتراك في القناه، تفعيل الجرس، الكومنت واللايك، وتبارطاجيو لا فيديو مع اصدقائكم، ونتمنى تجربوا الوصفه وتنال اعجابكم. في الاخير سلام.